بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله رح اليوم نشرح عن رحلة الدم. هل تفكرت من قبل في المسافات الشاسعة والرحلات المتواصلة التي يقطعها الدم في عروقك دون توقف ليغذي أنسجة جسدك ويزودها بالأكسجين اللازم لحياتها ويطرح عنها السموم والفضلات الضارة بها؟ هل تعلم كيف يتم ذلك؟ يخبرنا العلم اليوم بأن القلب الذي لا يجاوز حجمه ضعف قبضة اليد ينبض دون توقف بمعدل تقريبا 100,000 نبضة في اليوم، أي ما يعادل 40 مليون نبضة في السنة الواحدة، وذلك ليضخ الدم باستمرار بشبكة محكمة من الأوعية الدموية التي تعرف بالجهاز الدوراني، ويقدر طولها تقريبا 97,000 كيلومتر. يدور الدم في هذا الجهاز بالكامل غضون 20 ثانية فقط، وهي الزمن اللازم لدوران الدم بالكامل في الجهاز الدوراني. فمن الذي أحكم وأحسن هذا الجهاز؟ هذا الجهاز المعجزة طبعا هو الله سبحانه وتعالى القائل في القرآن الكريم: صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. سورة النمل آية 88، والله أعلم.